ابتسامات وجوه عدد كبير من الأيتام الذين جاءوا هنا للمشاركة، وتنافس المتنافسون لإسعادهم. هيتم توزيع جوائز عينية، ملابس للأطفال، حوالي 220 شنطة هدايا، ملابس ولعب وحاجات كده. وبنتمنى أن الأولاد يا رب كلهم يروحوا النهاردة يكونوا مبسوطين ويكون يوم كويس بإذن الله. ساعة قليلة بعثت فيهم الحياة فاستلهموا الأمل من جوف الألم. صحيح أنهم لم ينعموا بدفء الأب وحنان الأم، لكنهم ألقوا بأنفسهم في قلب الدنيا التي اتسعت لهمومهم. بيبقوا محتاجين فعلا دعم دايما، مش في يوم واحد. يعني انا بتمنى ان يبقى الكل يتعامل مع الـ الظروف دي انها تبقى طول السنه مش في يوم واحد. احنا فرحانين جدا وقلبنا فرحان جدا، شكرا لكم. اوصانا الله ورسوله باليتيم، وياتي هذا اليوم لبعث رساله مفادها انت لست وحدك في هذه الدنيا، فكلنا جميعا معك. رضوى معتمد، النهار اليوم. مشاهدينا، وللمزيد من المتابعة حول فعاليات يوم اليتيم ينضم إلي عمر الطلاوي وهو مراسل النهار اليوم من المعادي. عمر، أهلا بك، وماذا لديك بشأن الاحتفال بيوم اليتيم؟ أهلا بك. يعني نحن هنا في المنطقة التكنولوجية بمنطقة المعادي، يعني حيث أقيم احتفال بمناسبة يوم اليتيم الذي يقام أول جمعة من شهر إبريل من كل عام. يعني اليوم كان هناك تعاون كبير بين عدد من الجمعيات والمنطقة التكنولوجية بالمعادي ليبعثوا البهجة في يعني روح هؤلاء اليتامى الذين يعني في بعض الأوقات ينساهم المجتمع. ولكن اليوم يعني كان هناك احتفالات وتوزيع جوائز وأنشطة من كافة المجالات لإعادة البسمة مرة أخرى إلى وجوههم في هذا اليوم الذي ينتظروه من العام إلى الآخر. ومعي هنا ضيفي المهندس محمد عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة المنطقة التكنولوجية بالمعادي. بنرحب بحضرتك يا فندم. أهلا بيكم. أهلا بيكم في المنطقة التكنولوجية في المعادي. احنا سعداء جدا النهاردة بإقامة هذا الحفل أو العرس اللي كان موجود. كان عندنا حوالي 1400 يتيم من منطقة المعادي ومنطقة البساتين، وده أضاف بهجة للشباب اللي بيشتغلوا على تنظيم هذا الحفل وعلى الأطفال والأيتام اللي كانوا موجودين. طبعا ده ما تمش بين يوم وليلة، ده كان في تعاون بين كل أصحاب المصلحة. هتبص تلاقي الوزارة، وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، ممثلة في الوزير شخصيا جه وشارك مع الأطفال. هتلاقي أن وزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية ووزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية، وكيل أول وزارة كان مشرفنا. هتلاقي المجتمع المدني ممثل في جمعية محبي المعادي وروتري سرايات المعادي، ممثل بالرؤساء بتوعها كانوا كلهم متواجدين. حصل تعاون مع الشركات الموجودة جوه المنطقة من جميع هذه الشركات، فالقطاع الخاص مع المجتمع المدني مع الحكومة كله كان بيحاول يشارك في أن يطلع هذا اليوم بيوم جميل. والحمد لله اعتقد ان بنهايه هذا اليوم احنا فخورين جدا بان ده بيتم. احنا دايما كان عندنا انشطه اجتماعيه للمنطقه مع المعادي، بنعمل كل شهرين تقريبا او كل ناويين يبقى كل شهر انشطه ثقافيه ورياضيه للشباب اللي موجودين عشان نعرف الناس منطقه المعادي بالانشطه بتاعه المنطقه التكنولوجيه واهميتها. النهارده كل الشباب اللي كانوا موجودين دول ان شاء الله هم المستقبل بتاع المنطقه التكنولوجيه، اللي هي بتامل ان احنا على 2017 نكون عندنا 40,000 فرصة عمل مباشر و100,000 فرصة عمل غير مباشر، فهم دول الشباب اللي هيبقوا موجودين إن شاء الله في هذه المنطقة. النهارده يعني المنطقة التكنولوجية يعني أخذت يعني على عاتقها إن هي تكون مستضيفة ل يعني هذا واجب، هذا واجب، يعني ده واجبنا. وإحنا دايما كنا بنشارك مع الأيتام في احتفالات كل سنة، لكن كمنطقة تكنولوجية السنة دي أخذنا على عاتقنا إن إحنا نجيب الـ 1400 طفل ونعمل كل ما يمكن ان احنا نسعدهم. وان شاء الله مش هتبقى دي نهايه، دي البدايه مش النهايه. عندنا انشطه كتيره نحاول نعملها مع ايتام اخرى او ذوي احتياجات خاصه عموما، او يعني دايما هيبقى لينا دور في المجتمع ان شاء الله. ان شاء الله. احنا مش حاجه جدا فندم لوجودك معانا. نورتونا. ميرسي ليك. يعني كان هذا يعني الاحتفال الذي اقيم هنا في منطقه المعادي ليوم اليتيم يعني احتفالا به، على يعني اقيمت ايضا احتفالات اخرى في عده مناطق في القاهره. شكرا لك عبر الطلاوي مراسل النهار اليوم.
في سياق المناسبة نفسها، قال أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية إن أحياء يوم اليتيم العربي فرصة للتأكيد على الالتزامات الأخلاقية والاجتماعية والتمسك بالقيم الدينية والإنسانية تجاه هذه الفئة من المجتمع. فإن إحياء يوم عربي لليتيم سنويا هو فرصة لتأكيد الالتزامات الأخلاقية والمسؤولية الجماعية والتمسك بالقيم الدينية والإنسانية تجاه هذه الفئة من المجتمع، والعمل على احتضان هؤلاء الأيتام بفيض من الحنان الدافق والرعاية الشاملة، وكذلك الحث على العمل من أجل تطوير التشريعات والقوانين الخاصة بهم. انطلق مهرجان زايد للإبداع في مدينة الشيخ زايد، حيث تزامن بدءه مع الاحتفال بالذكرى 10 لرحيل رئيس الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وقام منظمو المهرجان بالاتفاق مع اتحاد الناشرين المصريين بإقامة معرض على هامش المهرجان باشتراك 46 دار نشر لعرض كتبها من خلال هذا المعرض. أنا رأيي أن هذه البداية بداية مهرجان الشيخ زايد، جمع تقريبا كل أشكال الثقافة من أدب وفنون وحتى رياضة، دي يعني بداية ممكن تكون في كل مكان. يمكن لما بنمارس نوع من أنواع الثقافة لوحده زي مثلا السينما أو المسرح بيبقى فيه جهد كبير قوي. يمكن لو جمعنا 3-4 انواع من انواع الثقافه ومارس لهذا، يمكن الجهد يكون اقل والاقبال اكثر والفائده برضو اكتر. فده يعني ده درس فعلا، هذا المهرجان درس او مشروع دراسه احنا علينا ندرسها ونشوف قد ايه ممكن نستفيد منها.